بسم الله الرحمن الرحيم، ورجعنا لكم في حلقة تانية وسريعة ومش هتتعدى ال10 دقايق أو ال8 دقايق. هنوضح عليها فيها أن أبي أحمد يعلن الحرب بالملء الثاني من جانب واحد، ومصر والسودان تجيب سندمر السد وأو نستولي على منطقة الفشقة 2 الأراضي ونعيد الأراضي السودانية. قولا واحدا، الناس الآن بتقول إيه التهديدات اللي بيعملها أبي أحمد دي؟ هنحط لكم حقائق لستوا عارفينها يا جماعة. نمرة واحد، أبي أحمد عنده انتخابات تبدأ من النصف الثاني من مايو إلى نهاية أو النصف الثاني من شهر 6. هذه الانتخابات انتخابات رئيس الوزراء، انتخاباته هو اللي مأجلها من أغسطس اللي فاتت. أبي أحمد أمامه الآن رفض شعبي رهيب وخسائر بالجملة داخل جيشه، وقتال بين الأمهرة والأورومو، وقتال بين الجيش الفيدرالي بتاعه وبين التجري الإقليم التجري اللي هو قوامه 250 ألف مقاتل وجيشه كله على بعضه 140 ألف مقاتل. أبي أحمد يفعل ذلك ويهدد بالحرب ويتصرف بالملء الثاني ويعد بذلك أمام شعبه، لأن هو مفهم شعبه بأن توليد الكهرباء سيحول إثيوبيا من دولة اقتصادها معدوم إلى دولة اقتصادها مارق وواعد. أنا بس هوجه خطابي دلوقتي للشعب الإثيوبي. يا شعب اثيوبي، لو فرض ابو احمد ارادته وبيقول لكم دلوقتي ان انا حامله السد من جانب واحد، ابي احمد ابلغكم معلومات خاطئه وهقولها لكم بالدليل. نمره واحد، لن يستطيع ابي احمد توليد كهرباء تكفي اثيوبيا بس، لان كل اللي يطلع من السد عنده 6 جيجا بايت، يعني 6000. مصر بواسطة محلات تحطات توليد الكهرباء العادية بتولد 30 جيجا بايت، بتستهلك 11 وبتصدر 19 جيجا بايت، وتكلفة في مصر تكلفة 3 مليار. سيادته بيكلف السد 5 مليار عشان ياخد 6 جيجا بايت. يبقى الراجل ده بيضحك عليكم، لأن هذه الكهرباء لا تكفي أثيوبيا. مصر بتستهلك 11 جيجا ميجا بايت، انتوا هتستهلكوا 11، انتوا بيجي لكم السد 6. يبقى الراجل ده مش هيبيع كهرباء، يبقى الراجل ده بيبيع لكم كلام فاضي. الراجل ده بيحاول يناور على شعبه لاجل الانتخابات. النقطة الثانية، هل ابي احمد يستطيع ان يقوم بالملء الثاني ويفرض ارادته على جيش مصر والسودان وقد اعد الجيش عدته لتدمير السد والاستيلاء عليه واستعادة أرض السودانية إلى ما كانت وهي بها السد؟ هل يستطيع أبي أحمد بظروفه الحالية يا شعب أثيوبيا أنه يتحمل ذلك؟ ولا أبي أحمد عايز يفكر في حاجتين، أنه يلاغي شعبه ويكذب على شعبه ويوهم شعبه أنه هيملى، وبالتالي يبقى بيجمع الشعب عشان يديله صوته في شهر في نص 5 اللي جاي، في النص الثاني من شهر 5 و6 عشان ينجح في الانتخابات، ولكن هو كده او كده هيقول لاسباب فنيه مش حامله، لانه لا يتحمل رد فعل الجانب المصري والسوداني عند ذلك، لان مصر قالت خط احمر، الملء الثاني خط احمر، والسودان كذلك، وقد اعدت مصر لذلك عسكريا هي والسودان، وقد تم التدريب المشترك كمان، هم عارفين اللي في السد وعارفين هيعملوا معاه ايه. يبقى النقطة اللي هيسأل فيها، إذا العملية يا شعب أثيوبيا مش توليد كهرباء، العملية إن الراجل ده مسلط من جهات أجنبية عشان يفرض إرادته على مصر ويدخل مصر في حروب ويخسر مصر اقتصاديا، وده تخطيط أمريكي، تخطيط دول غربية بغرض أن تكون أثيوبيا هي البلية أو الصبي اللي بينفذ السياسة بتاعته عشان يدخل مصر في حرب معاه، لأنه لن يستطيع بجميع الطرق أنه يمنع المياه عن مصر.
وهقولها لكم بصراحة كده، هو دلوقتي اللي بيحصل بيننا وبينه ايه؟ احنا بنقول له ابن السد وهات الكهرباء اللي مش هتكفيك ديت، ولكن انت لما تملى السد املاها في فترات عشان ما يأثرش عندي، لانه بعد ملء السد يا شعب اثيوبيا هو لا يستطيع ان يمنع المياه عندي، لان السد ده لو هو منع المياه يقفل فتحاته المياه هتعدي من السد ويصبح السد بلا جدوى، ينتهي السد عندكم، لان المياه بتنزل من 6000 متر، هتعدي السد هترتفع وتعلى من السد وتعديه وهتجيلي برضه، الا اذا بنى السبع سدود اللي قبل كده، وده لن تسمح له مصر ببناء طوبه واحده فيهم، وده اللي انا بطمن بيه حتى الشعب المصري، لن تعطش مصر ولن يستطيع انه يمنع مصر عن مصر الميه، ومش هيقفل الحنفيه زي ما بيقول، ده لما يبني السبع سدود يقدر يعمل كده، لكن دلوقتي بالسد اللي موجود دلوقتي لا يقدر يقفل الحنفيه ولا يقدر يقفل عن الميه ولا يقدر يعطشني، لان لو نقصت ميه هدمر له السد. الحاجه التانيه هو نفسه ما يقدرش يقفل الميه، الميه هتعدي السد وهيصبح سد كتبه، والميه غدته خلاص وانتهى ولا يصلح الا توريد الكهرباء ولا غيره، وبالزمن هيتدمر لوحده نتيجه جرف المياه ليه. يبقى انا بطمن الشعب المصري عشان الناس اللي بتبالغ بتقول لك هنعطش، والافلام الاجنبيه اللي طالعه ان النيل جاف وان احنا مش لاقيين نشرب، ده احنا عندنا 300 مليار متر مكعب في بحيره مصر يا جماعه، في ايه؟ ثانيا لو انت النهارده عندك انبوبه ميه ماشي فيها ميه بتبدا تقل من اولها من هناك، يبقى هتقل على السودان الاول، وعبل ما تجي لي انا بتاخد 12 يوم عشان تقل عندي. انا بقول لكم بقى عشان ايه؟ عشان الكلام المبالغ فيه، مش بقول لكم انه مش هنضرب، الريس والدوله مجهزه نفسها اذا قام بالملء من جانب واحد سيتم اما تدمير السد او الاستيلاء عليه. كما ان هناك جماعات مسلحه منفصله عنه دلوقتي في الفشقه 2 في اقليم بني شنقول بتطالب هذه الجماعات المسلحه بان الراجل ده يغور ويبعد عنهم، لان هم هيستقلوا بالمدينه بني شنقول، وان هذه المدينه هي اللي فيها بحيره السد وهي اللي فيها جسم السد وهي اللي فيها المنابع بتاعت السد. اذا مصر لما هتخش في الصراع هتخش معاها كمان مدينه بني شنقول لانها سودانيه الاصل، ووهبت ليه حتى عشان ما يقومش عليها مشروعات، قام عليها مشروعات فاصبحت ملك السودان مره ثانيه. اذا عشان انا اكد على الكلام ده، هو لا هيقدر يعطشنا ولا يقدر يعطشنا، ولو منع مننا الميه وقلت هيتدمر السد في ساعتها. اما الملء من جانب واحد فقد اخذت مصر قرارها هي والسودان، لن يسمح بالملء الثاني، ولو بدا سيتم تدمير السد واعاده اقليم بني شنقول والفشقه 2 كاراضي سودانيه بما فيهم السد يا جماعه. اظن كده طمنتكم. هل تستطيع مصر؟ نعم. مصر راحت واتدربت وزارت واستطلعت وعارفه اهدافها هي والسودان، وان شاء الله تستطيع، وتستطيع مش بقى الجيش بتاعنا يقل كفاءته واقتصادنا ينعدم، لا، ده خلال يوم بليله هيخلص الموضوع وخلاص انتهت العمليه وسده بقى تراب. عشان برضو نقول لكم ده لاحباط الفكر الغربي اللي هو شد مصر في حرب ووقف اقتصادنا، مش هيقدر يوقف اقتصادنا، ربنا موجود معانا، جيشنا هيخلص في ساعات وهيقف، وهو بقى يلاقي يلم نفسه ويلم التمر اللي عنده. وهنا لا تبعات دولية على مصر، لأنه بدأ الملء من جانب واحد دون الجلوس مع مصر وعمل معاهدة، وهذا معناه يعرض حياة المصريين للخطر، وده اسمه تهديد للأمن المائي المصري، واسمه اعتداء على السيادة لمصر والسودان، ويجب أن تدافع عن سيادتها كلا الدولتين، وذلك بالحرب. إذا خلاصة القول، الحرب تقترب إذا كان جادا، أما أنه يعمل ذلك لأغراض انتخابية وأنه لما ينجح هيجي جري على مصر ويقعد ويقول تعالوا نعمل معاهدة ويتفق وتضع مصر الشرطة بضمانات كاملة، ده أنا بعتبره 60-70% قادم، لأن مصر واخدة قرار نهائي لو ما جاش وبدأ الملء سيتم التصرف معاه عسكريا وتدمير السد والاستيلاء على منطقة الفشقة 2 ومنطقة بني شنقول التي يتواجد بها صراع وحركة مسلحة تنفصل عنه وتعمل ضده ك
كما ان المظاهرات تعم البلاد عنده. والراجل ده لو نجح، لو نجح قدامه هيبدا يجي يملى في شهر 7. اذا الحرب امتى يا جماعه؟ عند بدء الملء التاني. واحد يقول لي يعني نسيبه يملى؟ لا طبعا، مجرد ما يقفل الفتحات يبقى راجل بدا الملء التاني. هروح انا ادمر له السد عشان الفتحات تتفتح والميه تجينا، ولا ضرر على السودان؟ السودان فضت السد اورسلس بتاعها ومجهزه البحيره بتاعته لاستقبال هذه المياه. اذا هناك تجهيز لمسرح العمليات يا جماعه، وتم بالفعل. يبقى لا قلق ولا تشكيك، ولن يسمح الرئيس بنقطه ميه تتاخد من مصر، ولن يضيع الرئيس بلده. الرئيس قال لكم مش هضيعكم. امتى كان الرئيس ضيعنا قبل كده؟ امتى الرئيس سيبنا له مهمه والراجل ما قامش بيها على افضل ما يكون وبدبلوماسيه وبعقلانيه؟ ولكن انا بقولها للشعب الاثيوبي، ما يفعله رئيس الوزراء خاطئ، وما بيقول لكم غلط. والكهرباء ممكن تيجي من محطتين عندكم تجيب اكتر من السد. الراجل ده بيضحك عليكم وبيغش شعبه وبيناور عشان الانتخابات. اما ابي احمد فهو لديه دولة ممزقة الان في حروب داخلية، هو يتمنى ان يضربوه دلوقتي. ليه؟ عشان يلم الشعب حواليه ويشيل الصراعات اللي موجودة ويقول لهم الحقوا بلادنا متعرضة باعتداء خارجي، تعالوا نتجمع ونقف ضدها. لانه حاليا في شتات، والحرب داخلة بين الروم والامهرة شغالة على الاشداء، وخسائر اثيوبيا الان بالجملة، وتجري بتضرب فين من الجانب الثاني، والمظاهرات بتعم البلاد في كل حتة. اذا الراجل ده يهمه ان مصر تقوم تضرب طلقة دلوقتي. ومصر مش هتضربه دلوقتي، مصر لما يبدأ يملى هتضربه. ليه؟ لانه ممكن يبني وما يملاش، لانه ما جابش التبرونات لغاية دلوقتي، ما تواجدش جنب جسد السد. الراجل الخطوات العملية الوحيدة اللي عملها انه جفف الفتحة وما عملش حاجة بعد كده. لو علّى الخرسانة وما ملاش ما ممكن يعلي، ما يكونش التبرونات موجودة ما يملاش. ولكن لو قفل الفتحات نهائيا بقى عشان يملى بعد الفيضان في شهر 7، هنا مصر تتدخل، وتتدخل عسكريا، وهي قايله كده لامريكا وقالت كل العالم كله، والعالم قال لك ساعتها مالكش، ما حدش يقدر يلومك. اظن وضحت الامور كده يا جماعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الرساله التانية دي مسجله وصغيره برضو. ليه؟ عشان خاطر التسجيل المباشر بتاعي بكل اسف ما كانش واضح للناس. السلام عليكم.